هي صوفيا لها مكانه مهمه هنا في تركيا، دائما ما كانت عنوان لاي رئيس وزراء يريد شعبيه في الشارع التركي المحافظ. هذا المكان كان كنيسة لأكثر من 900 سنة، حتى تم فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح وهو أحد السلاطين العثمانيين، وسمي بالمسجد الكبير. هو كان يعني أيقونة الفتح بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت. القضية بقيت إلى حين انهيار الدولة العثمانية. كان جزء أساسي من قرار مصطفى كمال أتاتورك هو تحويل هذا المكان من مسجد إلى متحف، وهذا حصل في سنة 1934. الجديد أنه إحنا ومنذ تقريباً 12 سنة، هي الحقبة التي صعد فيها نجم الأحزاب الدينية الإسلامية إلى سدة الحكم، نشهد محاولات من قبل جمعية واللي تقاتل من أجل أن يكون آيا صوفيا مرة أخرى مكان للعبادة للمسلمين. البناء على أن هناك تزوير في قرارات مصطفى كمال أتاتورك قد يجر البلاد إلى أسئلة أكبر حول قرارات أخرى اتخذها مصطفى كمال أتاتورك وغيرت كثيراً من طابع البلاد بعد الحرب العالمية. الآن أردوغان وكأنه يريد أن يأخذ مزيد من الدعم في هذه المرحلة اللي هو عملياً يواجه فيها صعوبات حقيقية، ربما ذلك قد يعيد له نسبة من الشعبية.